كنتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نصايبو مزيل العرق اللي هو طبيعي، مواد طبيعية غير مضرة للصحة. تكون عندكم يعني ضروري، غادي تكون عندكم في أي منزل، يعني ماشي شي حوايج اللي هما ما كاينينش ولا غاليين ولا يعني اقتصاديين وزوينين إن شاء الله. ما تبقاش فيكم ريحة العرق، تولي تخرج منكم ريحة زوينة، خصوصا دابا مع فصل الصيف بنادم تيعرق بزاف، واخا كيستعمل دوك الروائح الاخرين، دوك المواد الاخرين، يعني هي مضره بزاف للصحه وما كتعطيش واحد النتيجه اللي كترضيكم. هاد الوصفه ان شاء الله غادي تتبعوا معايا المقادير والطريقه وتشوفوا معايا كيفاش غادي نصاوبوا هذا الكريم هذا اللي هو طبيعي ان شاء الله. واخا كتعرقوا كتخرج منكم ريحه زوينه، حوايجكم كتكون ريحه زوينه. تبعوا معايا ان شاء الله الطريقه. معايا المسك، المسك راه كلشي كيعرفو، الاصفر ماشي الاسود. استعملت انا هذا ماشي السائل، هانتوما شوفوا كيفاش داير. كناخدو كنحكو كنبشرو في الحكاكه، كنحكو مزيان حتى كيولي على هذا الشكل بحال هكا، يعني الكميه اللي بغيتو نتوما. عندي هنايا الشبه او الشب، كتكون بحال الحجره، تاخدها من عند العطار موجوده. او ثاني الكميه اللي بغيتو نتوما، بغيتو تكثروا بغيتو تقلوا، المهم بغيتو تضبلوا هاد المقادير، دوبلوها بغيتو ديروا اقل ممكن، يعني ما كاين حتى مشكل، الكميه كترجع لكم نتوما. عندي هنايا الشب، كناخذها كنطحنها مزيان، كنغربها كنغربلها في لي باموس، كتكون منيله مزيان بحال بودر. عندي هنا البودر ديال الاطفال، يعني هذا جونسون، هذا هو اللي استعملت. بغيتو تستعملوا اي ماركه ماشي مشكل، انا درت هذا راه باين راه معروف، حتى هو كتكون فيه ريحه زوينه وكيمنع الثياب وكينشف. عندي هنا ماء الورد، ماء الورد، وعندي اي ريحه عندكم يعني كتبغيوها ماشي مشكل، بغيتو تستغناو على الريحه ماشي مشكل. عندي هنا قريعه فاش معقمه، ضروري تكونوا معقمينها وتكون ديال الزاج ماشي بلاستيك فاش ديروا الكريمه ديالكم. المهم اول حاجه هو ان ناخذوا هذا المسك، شفتوا كيفاش داير محكوك، كنديروه على الشبه، كناخذوا البودر ديال الاطفال حتى هو واحد الكميه، كنزيدوها على الشبه والمسك هكا، كنخلطوا كل شيء. يعني الشبه راكم عارفينها ماشي مضره، يعني ماشي كتحبس هي العرق، هي كتعرقي ولكن كتخليش ديك الريحه الخايبه تخرج، ديك الريحه الكريهه ما كتبقاش تخرج، يعني كتخرج منك واحد الريحه اللي هي زوينه، هي يعني هذه وصفه طبيعيه استعمليها ما تخافي منها ما والو. دابا غادي نستعمل ماء الورد، غادي ندير واحد الكميه ديال ماء الورد، المهم عيني ميزاني حتى الشماليه هكا، نخلط مزيان. هانتوما شوفوا كيفاش كتولي، كتولي بحال شي كريمه. بغيتو تزيدو شي زيت عطري بحال زيت الياسمين، زيت النعناع، يعني زيت الحامض حتى هو كيعطي واحد الريحه زوينه ممكن. بغيتو تكتفيو غير بهاد المقادير ممكن، يعني اللي بغيتو. بغيتو عاوتاني تستعملو الروح ديال اي بارفان كتبغيو ممكن تزيدو، يعني هاد انا عطيتكم لا باز وانتوما ديفو اللي بغيتو. يعني هادو هما المواد الاساسيه اللي خاصهم يكونوا، وانتم زيدوا زيت عطري كتبغيو، اي زيت عطري، اي بارفان كتبغيو، يعني ماشي مشكل. غادي ندير واحد شويه من هذا العطر هذا هكا، يعني هاد
مزيل العرق راه زوين البنات غير جربوه راه رائع يعني واحد الريحه طالعه زوينه ديال المسك وديال الماء الورد وهذا البارفان اللي درت يعني واحد الريحه طالعه من داكشي صافي دابا غادي نديرها في هذه القريعه هذه والواحد منين يدوش ينشف ويديرها راه زوينه ما كتخليش الريحه الكريهه كاع تكون فيك خصوصا دابا الصيف وكنحتاجوها بزاف هاد الكميه راه تدي لك مده يعني كديري منها غير واحد شويه بغيتو تزيدو زيت الجليسيرين ولا اي مرطب عندكم ممكن يعني انا عطيتكم الحاجه الاساسيه انتوما الاجتهادات ديالكم صافي يعني هذه راه كافيه بغيتي تستعملي غير هادشي راه كافي ريحه المسك عاطيه زوينه مع ماء الورد يعني بحال هكا كتستعملي كتغسلي دوشي كتستعملي غير قد هكا هكا وديري عليها طريقه دائريه هكا تحت الابط راه ريحتها زوينه شوفوا كيفاش كتكون بحال شكل كريم هانتوما البنات راه زوينه فيها الشبه صحيه يعني كتني راه مخيره كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه وما تنساونيش في اللايك اشتراك وتبارك الله عليكم وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.